بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الرابع مع المراجعة. كما تعودنا في المراجعات السابقة عبارة عن سؤال وجواب. السؤال الأول: كيف يمكن قياس مساحة وحجم الغرفة؟ كيف يمكن قياس مساحة وحجم الغرفة؟ بالنسبة لمساحة الغرفة نضرب طول الغرفة في عرضها، طول في العرض، طول الغرفة في عرض الغرفة تعطينا المساحة. بالنسبة لحجم الغرفة نضرب الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، طول الغرفة في أو ضرب عرض الغرفة في ارتفاع الغرفة تعطينا حجم الغرفة. السؤال الثاني: ما الكثافة؟ هي كمية الكتلة في وحدة حجم واحدة. هي كمية الكتلة في وحدة حجم واحدة. السؤال الثالث: ما الوزن؟ يقيس قوة جذب بين الجسم وكوكب مثل الأرض. يقيس قوة جذب بين الجسم وكوكب مثل الأرض. السؤال الرابع: ما التغيرات الفيزيائية؟ ما التغيرات الفيزيائية؟ هي تغير في شكل المادة لا ينتج عنه مواد جديدة ويبقي على المادة الأصلية. التغيرات الفيزيائية هي تغيرات في شكل المادة لا ينتج عنه مواد جديدة ويبقي على المادة الأصلية بخواصها. السؤال الخامس: ما المقصود بالتغيرات الكيميائية؟ هي تغير في تركيب المادة ينتج عنه مواد أو مادة جديدة ذات خواص جديدة تختلف عن المادة الأصلية. يبقى الفرق ما بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي أن التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة، بل تبقى المادة الأصلية والذي تغير هو شكلها، لكن التغير الكيميائي يحدث تغير في تركيب المادة بينتج عنه مادة جديدة أو مواد جديدة ذات خواص جديدة. السؤال السادس: ما المخلوط؟ مادتان أو أكثر تختلطان معا، تحافظ كل مادة في المخلوط على نوعها. السؤال السابع: ما المحلول؟ مخلوط مكون من مادتين أو أكثر ممتزجتين معا امتزاجا تاما. السؤال الثامن: ما العلاقة بين المحاليل والمخاليط؟ ما بين المحلول والمخلوط؟ كلاهما يتكون من امتزاج مادتين أو أكثر. السؤال التاسع: ما هي طرق فصل المخاليط؟ كيف يمكننا أن نفصل مخاليط؟ إما عن طريق الترسيب أو الترشيح أو المغناطيس. السؤال العاشر: كيف يمكننا فصل أجزاء المحاليل؟ يمكننا فصل أجزاء المحاليل بالتقطير أو بالتبخير. وبكذا نكون أنهينا المراجعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق.